فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. 30 عاماً، 30 عاماً مرت وموسى يدعو فرعون وملأ فرعون، وكانوا يرون كل يوم بأعينهم صدق سيدنا موسى عليه السلام وصدق أخيه هارون عليه السلام من خلال الأحداث الكتيرة الأليمة والابتلاءات الشديدة المفجعة اللي حلت بالقبط آنذاك، من مجاعة وجفاف وبعدين بعد كده فيضان، وامتحنوا بالجراد وامتحنوا بالضفادع وامتحنوا بالقمل وامتحنوا بالدم، وشافوا بعينيهم أن الله تعالى يستجيب لموسى. جربوا ده بنفسهم، كل مرة كان بيقع عليهم العذاب يسرعون إلى نبي الله موسى ويسألونه كشف العذاب عنه، أنت بقى ادعي ربنا يكشف عنا العذاب. فيدعو سيدنا موسى عليه السلام ربه لكشف العذاب فينكشف ويزول، ولكن قلوبهم زي ما هي قاسية
أقسى من إنه تنفتح للإيمان بالله العظيم. أما فرعون بقى فكان أشد قومه قسوة وعناد وإصرار على الجحود والكفر والتكذيب وتكبر وضلال وإضلال، وظل على تجبره ولم يصدق موسى وهارون عليهما السلام. واستمر فرعون في تعذيب بني إسرائيل، يعني كان بالظبط حبس أنفاسهم ومحدد إقامتهم في مصر وأسرهم وبيستخدمهم عنده، وشغال بقى ظلم وقتل وتعذيب فيهم، وليهم أماكن معينة ما يتحركوش منها، وبالتالي هم كانوا في أسر في قبضة فرعون. وبعد كل هذه 30 عاما يعني لم يبقى أمام سيدنا موسى عليه السلام أي فرصة أو أي محاولة إنه يؤمن بفرعون أو قوم فرعون. وعلم سيدنا موسى عليه السلام بطريق الوحي أنهم لم يؤمنوا ولن يؤمنوا. ولما يئس سيدنا موسى بشدة من اهتداء فرعون وقومه، وطبعا قلنا إن هو عرف ذلك عن طريق الوحي، اعتزلهم ولحق بالأحياء اللي بني إسرائيل قاعدين فيها والمنازل بتاعتهم. هم كانوا قاعدينهم كده في أطراف المدينة، المصريين ما كانوش قابلين بيهم في وسطهم، عاملين لهم أماكن محددة، فالأماكن دي في أطراف المدينة قاعدين فيها. فلحق بيهم سيدنا موسى عليه السلام وكان بجوارهم وفي وسطهم. وأوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى وإلى سيدنا هارون عليهما السلام إن هم في المرحلة دي، مرحلة العزلة اللي هم فيها دي، يعلموا قومهم من بني إسرائيل ملة آبائهم سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب وسيدنا إسحاق وسيدنا إبراهيم الخليل عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبتدوا يعلموهم مبادئ الدين الحنيف. وكمان أوحى الله تعالى إلى النبيين الكريمين إن هم يعد لقومهما الأماكن اللي يتعبدون الله تعالى فيها ويقيموا فيها شعائر توحيده جل جلال الله. فقال الله تعالى لهما كما جاء ذلك في القرآن الكريم: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وده معناه إنهم كانوا رحل مش مستقرين في مكان، وما كانش برضو فرعون ولا المصريين قابلينهم يستقروا في مكان، فعلى طول كانوا بيرتحل بني إسرائيل. فبنى بأمر الله تعالى لسيدنا موسى وسيدنا هارون، بنى لقوم أو بنى موسى وهارون لقومهما بيوتا في مصر، حتى ولو كانت متطرفة مش في قلب المدن، وجعلوا البيوت دي موجهة باتجاه القبلة يسكنون فيها ويصلون ويتعبدون فيها أيضا. وأوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام: واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وبالفعل نفذ سيدنا موسى أو نفذ النبيان الكريمان أمر الله تعالى، فجعلوا بيوتهم مصلى يصلوا فيها ويتعبدوا فيها سرا. ليه؟ لما يخافوا إنهم يطلعوا يتعبدوا في أماكن العبادة بتاعتهم، لأنه فرعون كان بيخرب أماكن عبادتهم، مش عامل لهم وجود ولا اعتبار، ولا عايز يعمل لهم وجود ولا اعتبار، وكانوا خايفين جدا من فرعون. فأمروا في هذه الحالة إن هم يصلوا في بيوتهم، يعني كانوا في عزلة فرضت عليهم بحكم الظروف اللي كانوا عايشينها بسبب بطش فرعون ببني إسرائيل. وفي أجواء هذا المعتزل اللي هم فيه كان سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام يعلمان بني إسرائيل العبادة الصحيحة، مبادئ الدين الحنيف، وبيربوهم على التوحيد الخالص عن طريق الإيمان بالله تعالى الواحد الأحد، والقيام بالتكاليف اللي ربنا سبحانه وتعالى وجه إليها سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام عشان يعلموهم لبني إسرائيل. ثم توجه سيدنا موسى
عليه السلام في هذه الأجواء اللي فيها اعتزال وفيها بعد عن المدن اللي فيها المصريين وبعد عن فرعون كمان، سيدنا موسى عليه السلام توجه بشيء إلى مولاه، سنعرفه إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضرتكم. توجه سيدنا موسى عليه السلام في الأجواء اللي احنا كنا بنشرحها قبل الفاصل، وهي أجواء الاعتزال، اعتزال سيدنا موسى وقوم سيدنا موسى بني إسرائيل وإنهم التزموا بيوتهم. في هذه الأجواء توجه إلى ربه بالدعاء والتضرع، وهو يرى فرعون وكبراء قومه وسادة، يعني سادة مصر في ذلك الوقت. فتوجه سيدنا موسى بالدعاء إلى ربه إن فرعون والملأ معه يتمتعون بكل زينة من متاع الدنيا وأثاثها وأنواع كثيرة جدا من الثمرات والأموال. قال الله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. يعني سيدنا موسى عليه السلام يكلم ربه سبحانه وتعالى ضارعا مناجيا متعجبا من أحوال فرعون وقوم فرعون، وكأن يعني هو بيقول: يا رب أنت فتحت عليهم وديتهم الأموال الكتيرة والمتاع المتنوع والزينة العظيمة، بدل إن هم يشكروك كانت عاقبة هذا العطاء بالنسبة لهؤلاء إن هم استغلوها في الضلال والإضلال والمعاصي وانحرفوا بيها ولم يهتدوا. يعني كأنه كان يجب، يعني في دعائه وفي مناجاته هو مستنكر عليهم اللي بيعملوه مع عطاء الله العظيم له، وإنه كان يجب عليهم مع كثرة النعم كثرة الشكر، كان يجب عليهم مع كثرة النعم كثرة الشكر، ومن الشكر صرف النعم في طاعة الله تعالى، لا أن يتحول عاقبة الإنعام إلى الإضلال والغواية من قبل اللي ربنا سبحانه وتعالى إداهم وفتح عليهم، ولأنه أصبحت بقى غايتهم رغم كل النعم اللي هم فيها دي هي إضلال الناس عن دينك. ده الكلام اللي سيدنا موسى بيناجي به ربه، وبيقول يا رب، هو يناجي ربه ويكلم ربه بأنه مع هذه النعم الكثيرة كان لابد من الشكر، مش أنهم يتخذوا النعم سبيل وطريق لمنع الناس من طاعتك ومنع الناس من توحيدك. وبعدها دعا سيدنا موسى عليهم بأن تهلك أموالهم، فقال: ربنا اطمس على أموالهم، بعد أن أخبر عن طريق الوحي أنه فرعون ومن معه لن يهتدوا، لن يستجيبوا لدعوة موسى عليه السلام. فلما دعا كده: ربنا اطمس على أموالهم، فقال سيدنا هارون آمين. المؤمن طبعا أحد الداعيين، يعني لما أنت تيجي تدعي أو أحد يدعو واحد أو آخر يقول آمين، الاثنين مشتركين في عبادة أو في القيام بالمناجاة وعبادة الدعاء. ودعا سيدنا موسى عليه السلام ربه مرة أخرى، فسأل الله تعالى أن يقسي قلوب فرعون وملأ فرعون، وأنه يطبع عليها عشان ما تنشرحش للإيمان ولا للإسلام، فقال: واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فسيدنا هارون قال آمين. لقد دعا عليهم سيدنا موسى كل هذا الدعاء الطويل بسبب طغيانهم المفرط وشدة ضلالهم وإضلالهم وتكذبهم سواء لي أو لأخيه هارون عليه السلام. وقلنا إنه قد علم سيدنا موسى عليه السلام عن طريق الوحي أنهم لن يؤمنوا، فاستجاب الله دعاءه هو، فاستجاب الله دعاء سيدنا موسى ودعاء سيدنا هارون عليهما السلام. وكانت هذه الدعوة من النبيين الكريمين موسى وهارون غضبا لله، غضب لله ودينه، لأنهم شايفين أن فرعون ومن معه مصرون على تكذيبهما. ويؤكد ده ما ذكر من أمر تكذيب موسى في سورة الحج ضمن الأمم التي كذبت الأنبياء والرسل، قال تعالى: وكذب موسى. طبعا وما صاحبها من البيان الإلهي الذي جاء عقب ذكر تكذيب موسى وغيره من الأنبياء الكرام، البيان الإلهي اللي نبه به المولى سبحانه وتعالى إلى هذه النوعية من البشر
التي لها أعين ترى بها، إلا أن العبرة بالبصيرة وليس بالبصر. فإن العمى بالحقيقة في عمى القلوب، فإن العمى بالحقيقة في عمى القلوب التي في الصدور وليس في عمى العيون التي في الوجوه. وصدق الله العظيم، فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أن، ومشاهدي القناة الأولى المصرية، ومشاهدي الفضائية المصرية، ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام في كل مكان. ننبه إلى صفحتنا سريعا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة، ده اسم صفحتنا أمام حضراتكم على الشاشة. بنستقبل الأسئلة بتاعت حضراتكم، بنجاوب عنها في اليوم المخصص للرد على الأسئلة سريعا. إحنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وفي شريف استقبال أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة. ويوم وقدر الطاقة يعني بحاول أجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. ويوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، وكمان بنعرض فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة. ناخد أول سؤال معنا. أستاذة عايدة، حاولي اتصال بينا مرة تانية. يا أستاذة عايدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا يا أستاذة عايدة، تفضلي. أنت يا حبيبتي ونور عيني. أنا مش مصدقة نفسي. يا رب يخليك، ربنا يخليك. أقسم بالله ما أنا مصدقة نفسي. أنا بعشقك من 8 سنين، بنتي متوفية 2016. الله يغفر لها ويرحمها. والله مش مصدقة نفسي، أنا بعشقك جدا. أنا خليت العيلة كلها تسمعي، والناس كلها. ربنا يبارك في حضرتك. أنا بحبك جدا جدا جدا، بكلمك عشان أقول لك كده. يا ستي أحبك الله الذي أحببتني فيه، وربنا يجمعنا المتحابون، رب يجتمعوا على منابر من نور يوم القيامة. يا رب بدعيها بدعيها عشانك الدعاء. يا حاضر. الدعاء حفظاه، والتفسير بتاع حضرتك، والقرآن وكل حاجة. أنا واحدة من قراءة القرآن. الله أكبر. ذكري على طول ليل نهار. ما شاء الله، ربنا ده اللي صبرني على فراق حبيبتي. طبعا طبعا. أمورة مستشارة 33 سنة. ربنا يغفر لها ويرحمها، وبصبرك وباحتسابك يبنى لك بيت الحمد في الجنة، وتكوني كده من أهل الصبر، الصبر الجميل يا ست عايدة. ربنا يصبر حضرتك، وأشكرك على كلماتك الطيبة وعلى دعائك، وعلى من السنة يعني الإنسان يعلم محبته لمن يحب، فدي يعني بادرة خير من حضرتك، بتجبروا خاطرنا، وربنا يجبر خاطر الجميع. اللهم آمين. تفضلي يا ست أم أحمد.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرتك يا دكتورة نادية. أهلا وسهلا يا ست أم أحمد. أهلا وسهلا. أنا كان عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضلي حضرتك. تفضلي. السؤال الأول، إحنا كانت والدتي ميتة بقالها سنتين. أيوة. وكانت قاعدة يعني في الدور الأرضي، وإحنا كل واحد بني شقة، إحنا بنتين وولدين. فجينا فوجئنا أخويا قال ده والدتي كانت بالي الشقة. فطبعا ده كانت مفاجأة بالنسبة لنا. فأخويا سأل في المحكمة قال ده كل حاجة يعني ماضية عليه وكده، كل حاجة ماشية رسمي. فإحنا عندنا جلسة إن شاء الله بعد أسبوع في المحكمة، فإحنا هنشهد هل والدتكو يعني كتبالها. إحنا بصراحة ما شفنا هو واحد ولا كتباله بقى كتباله. فإحنا نقول إيه في المحكمة؟ إحنا لو قلنا تقول الحق اللي أنتوا عارفينه. احنا من 3 سنين ل5 سنين وغرامة 50,000 وهو لا معاه كده. وبعدين انا بصراحة معايا بنات، يعني سمعة البنات دي هتبقى ايه؟ واختي برضو يعني معاها اولاد، يعني احنا بنتين وولدين. فالواحد في حيرة، الواحد يعمل ايه؟ وانتوا رجعتوا للمستشار القانوني معاكم قال لكم ان ده وضع هيكون كده؟ قال من 3 سنين ل5 سنين لو احنا قلنا لا ان والدتنا ما كتبتلوش الشقة. احنا بصراحة ما قالتلناش. وذاكر ان هو ده 150,000. طب انت جبت منين 150,000 ده؟ وبعدين كان بان عليها، يعني انا ست والدتي ست يعني عايشة على معاشها، يعني ست يعني على قد حالها. ما انتوا يا اما هتشهدوا الحق يا هتتنازلوا عن القضية. ما هي هيبقى ايه؟ طب رأي حضرتك ايه يعني يا دكتورة نادية؟ رأي حضرتك ايه؟ هفكر واشوف. حاضر. حاضر. طب بالنسبه للسؤال الثاني اتفضلي. انا كنت مسافره مع جوزي، بصراحه تعبت جدا في الغربه. وجيت قرش على قرش، عملنا حته بيت 5 ادوار. فاحنا قاعدين في شقه وربنا يعني رزقنا الحمد لله. برضو جت اخته انفصلت فادها شقه مدى الحياه بايجار رمزي. ايجار رمزي مع ان هي ما شاء الله دخلها حلو وبتشتغل موظفه حلوه في الحكومه يعني. المهم فجيت طلبت من جوزي يعني نطلب زياده، قال لي لا. دي اختك ولا اخته؟ اخت جوزي. اخت جوزي. يعني انت ما تدخليش نفسك بينه وبين اهله يعني. انا اللي ماسكه المصروف يا دكتوره ناديه، وانا بصراحه مش عارفه اعيش. هو يتصرف شقة. هو بقى يتصرف. انا هجاوبك في حدود ده، عشان برضو الواحد يعني بيدي نصيحه لازم، وبالذات بقى لما تكون اخته او تكون حد من اهله، فبيبقى الامر حساس، فلازم الانسان يبقى عنده حكمه وهو بيتعامل في مثل هذه الامور. طيب يا ست محمد معانا، اتفضلي يا استاذه ايمان. رجعت اهي. رحتي فين يا استاذه ايمان؟ احنا هنا اهو. رحتي فين بس؟ اتفضلي يا ست الكل، قولي عايزه تسالي. الحمد لله. استاهل الحمد. الحمد لله. بقول على احمد ابني. ماله الاستاذ احمد ابني؟ ما بيصليش. يا خبر، ليه؟ عارف هو كم سنه؟ كم سنه؟ 30 سنه. يعني ده راجل كبير يعني، ناضج وراشد. حاضر. انت بتنصحيه يا ست ايمان ولا ما بتنصحيهوش؟ يعني بتنصحي كل اوان ما يبدا اقول له يلا صلي يلا. طيب ماشي. هو متجوز ولا مش متجوز؟ متجوز ومخلف بنتين. حاضر. معانا شيماء، وفي مريم كمان بيقول لي سيد. يلا يا شيماء. الو. اهلا يا شيماء، اتفضلي. اهلا، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، الحمد لله. الله يخليك يا رب. معلش انا بس بتصل بحضرتك، انا يعني انا مخنوقه جدا. المشكله لسه حاصله اول امبارح مع زوجي. فانا بس بقول لحضرتك، كنت قلقانه عليه، انا هختصر بقدر الامكان. انا قلقانه عليه، بس طبعا هو مسافر وبرن عليه لحد الساعه 3 ما علينا، فما ردش. عملت حركه يعني كده، اتصلت بمرات صاحبه كده، فهو اتضايق كان نايم. فاتصل بيا قاعد بقى يشخط وينطر، وطلقات قاعد يحلف طلقات كتيره، وانا ما كنتش فاهمه الطلقات كتيره دي ايه. انت حرامي عليا، اتصل بيكي تحرمي عليا، طلقات كتيره. انا اتضايقت واتخانقت خالص. طب قلت له خلاص ماشي، وانا هقول لوالدك. فانا مش فاهمه يعني اللي انا عملته دوت صح ولا غلط. وخناقات بقى
يعني خلاص هدي ولا لسه متعصب هو ما هديش؟ لا ولا كلمني ولا انا كلمته، بس انا اهلا وسهلا بحضراتكم. الست ام احمد كانت بتسال انه الوالده توفيت، وبعد الوفاه فوجئت ان الاخ بيقول انها كتبت له بيت او كتبت له شقه في البيت، وهم رفعوا قضيه وكده، وبعد كده بيقول انا معايا اللي يثبت هذا الامر. فبتقول لو هو كان كاذب فيما يقول يبقى في الحاله دي هيتعرض لسجن، واحنا مش عايزين نعمل فضايح. هو لو ان الام تصرفت في حال حياتها ودت لابنها حاجة، فالإنسان حر إنه يتصرف فيما يملك أثناء الحياة. وطبعا بنذكر بإنه الإنسان يساوي بين الأولاد، لكن ما نعرفش لو صح هذا الفعل والفعلا الأم ادته حاجة أثناء حياتها، ربما لأي اعتبار هي شايفاه أو لأي شيء هي واخدة بالها منه بالنسبة لهذا الإبن، يبقى تصرفها سليم، والأصل في ده الأوراق وصحة هذه الأوراق. حضرتك بتقولي عايزة رأيي في الأمر. أنا رأيي أنه أشوف أنه تحكمه، يعني الأمر يبقى عرفي، يعني الحكم العرفي برد المسألة دي إلى الكبار اللي في العيلة، تعملوا مجلس وتقعدوا مع بعض ونشوف هذه الحقوق ونتناقش فيها وناخد الضمانات بحيث أن كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. وانت عايزه تتنازلي عن القضيه رعايه للاخ والرحم، حتى وانت شاكه انه في عدم مصداقيه اللي بيقوله، فما فيش مشكله، ده الامر بين ايديكي. انت عايزه تتنازلي حفاظا على صله الرحم، يعني هذه المساله ترجع لحضرتك وحضرتك تختاري فيها الاوفق والاليق واللي انت شايفاه يكون متناسق ومتناغم مع حالتكم ووضعكم الاجتماعي. يا صاحبة السؤال الست أم أحمد، توصيت عقلاء وكبراء وحكماء العيلة أو ناس إحنا بنعتبر لها، ده شيء برضو مهم. الحكم العرفي كتير إن إحنا نقعد في جلسات والناس تحكم ويبقى فيه الأمور أفضل أكيد من الخروج إلى دائرة القضاء، لكن الإنسان بيلجأ لدائرة القضاء لما بتتقفل أو تغلق قدامه الأبواب اللي هي الناس الطيبة اللي تدخل تصالح أو تشوف أصل المشكلة إيه. وإن شاء الله توفقي لما فيه الرشاد يا ست أم أحمد. سؤالك الثاني يا ست أم أحمد، بتكلمي عن أن أنتوا سافرتي أنت وزوجك واغتربتوا وبعدين جيتوا بنيتوا بيت، فهو أجر لأخته شقة، زوجك أجر لأخته شقة بسعر زهيد جدا، وبتقولي هي موظفة وليها دخل، وهي عايزة أو حضرتك عايزة تطلبي من الزوج أنه يزود الإيجار عليها. أنا شايف أنه بلاش تعملي كده، وشايف أن الأمر ده يعني يترك للزوج هو اللي يقرر فيه. ليه؟ لأنه هو أدرى، يمكن هي المرتبها اللي بتاخده ما بيكفيهاش، يمكن هو عايز يبقى واقف جنب أخته، يمكن اعتبارات كثيرة هو وأخته أدرى بيها. أنا ليا حدود، طب أنا اللي ماسكة مصروف البيت أطلبي منه زيادة المصروف، وما تدخليش نفسك توجدي له حلول، انت مش مطالبه توجدي له حلول. انا مثلا محتاجه زياده اطلب منه، يا ريت انا محتاجه زياده في المصروف في كذا وكذا، لكن مش هوجد له بقى الحلول. قول لاختك تزود الايجار وادخل نفسي زياده ونعمل مشكله من لا مشكله، العاقبه ستكون خير وبركه عليكم، لان اللي اخوك اللي زوجك بيعمله من خير لاخته حقيقته انه بيعمل لكم انتوا الخير مش بيعمل لاخته. نبقى دايما فاهمين صنيع الخير كده، اللي بيعمل خير مش بيقدمه للغير، بيقدمه لنفسه، بيقدمه لنفسه. أرجو أن حضرتك تشوفيها من هذا من هذه الزاوية ومن هذا الاتجاه. الست إيمان زعلانة ابنها أحمد ما بيصليش، ننصح ونكرر برفق، وكبير 30 سنة وما فيش مانع لما يكون عندك تقولي له قوم يا ابني تعالى نصلي، تعالى صلي بيا الظهر، تعالى صلي بيا العصر جماعة، وانت ادعي له كأم، لأن دعاء الأم مجاب، فتدعي له ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. عشان كده القرآن علمنا أنه الإنسان بيحتاج دائما إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وربنا مش أمرنا بالاستعانة وسبنا، ده أمرنا بالاستعانة ووجهنا في القرآن الكريم، أنا محتاج استعانة بدعاء معين في الحال الفلاني، تجد الدعاء اللي يناسب الحالة دي.
ان اولادي يكونوا صالحين تجد الدعاء المناسب لده، ان اولادي يكونوا من اهل الذكر والصلاه تجد الدعاء المناسب لده، سواء في الوحي القران الكريم والسنه النبويه المطهره، انا الح في الدعاء ويكون عندي يقين في الله سبحانه وتعالى انه لا يخيب الرجاء ولا يرد الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، مع النصيحة من وقت للتاني، وربنا إن شاء الله يرزقك يجب الدعوة دي وتكوني وذريتك من المقيم الصلاة، اللهم أمين أجمعين. شيماء كانت قلقانة على زوجها وبعدين قعدت تتصل عليه كتير ما بيردش، وبعد كده راحت اتصلت بمرات صاحبه، هو زعل منها جدا وكلمها على التليفون وبدأت الطلقات، يحلب بالطلاق انها ما تسألش عنه او ما تكلموش مرة تانية. يا شيماء زي ما كنت بقولك قبل الفاصل انه الحكمة يعني مطلوبة دايما، هي ضالة المؤمن اينما وجدها فهو اولى الناس بها، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. مش على طول الواحد يعني طبيعي انك كزوجه تقلقي على الزوج، لكن يبقى قلق عاقل، اكيد في مكان للعمل، واكيد لو الامر زاد عن الحد هيبقى في سؤال بشكل معين، ممكن كنت اخلي والده اخوي يطمن عليه بدل ما انا ادخل نفسي بالصوره دي، فهو يحس انه محرج قدام زميله ومرات زميله انك انت عماله تدوري عليه. بالنسبه بقى للايمان اللي هو قام بالحلف بيها، بيسال عنها الزوج يستعلم عنها في دار الإفتاء كما هو منهجنا في قلوب عامرة، ولابد أن احنا ندور عن الأسباب الخفية وراء الجفاء أو بعض الجفاء في طريقة التعامل اللي حضرتك بتتكلمي عنها ونوجد لها حلول. وأهم الأمور اللي ما كنش زنانة، ما كنش بقى على طول أنت رحت أنت جيت أنا اتصلت بيك أنت ما ردتش، ده مش لطيف، يعني ده شيء مش معكر، الواحد يحس انه متحاصر، حد مش طريقه، يعني حتى لو كان ده بدافع الحب لازم عقلي يبقى صاحي، ابقى بسال عنه بحساب، وما عداش الوقت اللي يؤدي الى القلق الشديد قوي ده اللي يخليني اتصل بالناس بالليل بزوجه صاحبه، يعني انا بس عايز اهون عليك الامر. اما لو كلمك الزوج مره تانية وما فتحش الموضوع، ما تفتحيش الموضوع ده، ساعه صفا تقولي له انا ربما اكون تصرفت تصرف ضايقك لكن كان هذا من فرط القلق، كنت قلقان عليك فكنت عايزه اطمن انت فين اخبارك ايه، فسامحني يعني في التصرف ده، ويروح يسال في الايمان اللي هو يعني تلفظ بها، ونسال الله السلامه. يعني ما هوش عيل صغير يا شيماء، الأمور تبقى بحكمة أكثر من ذلك عشان ما نعملش مشاكل ملهاش لازمة، وبرضه هو ليه وضعه وسط زمايله، هو مش عايز يخدش هذا الوضع، أنا بحاول بس أصور لك ليه هو انفعل الانفعال الشديد ده. وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلك قرة عين له ويجعله قرة عين لك، ونتوجه إلى الله تعالى بخالص الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير، نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات، ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة،
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، بحق بحق ليس لها من دون الله كاشفة، بحق ليس لها من دون الله كاشفة، بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين.